تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البرية. يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود. المزيد يطلعنا عليه الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا ننقل لكم الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، هذه البوابة التي يدخل من خلالها الشاحنات الإغاثية المختلفة من مساعدات غذائية وأيضا مستلزمات طبية وغيرها من الشاحنات الأهم ربما في هذا الوقت، وهي شاحنات الوقود. تدخل شاحنات الوقود والشاحنات الإغاثية عبر هذه البوابة من خلفي متوجهة إلى معبر كرم أبو سالم، وهو المكان الوحيد المتاح أن تدخل من خلاله الشاحنات الآن بعد أن قامت قوات الاحتلال بتعنتها المعروف خلال الفترة السابقة بمنع دخول الشاحنات من معبر رفح الفلسطيني، وأيضا قام بعد ذلك بإحراقه وخرج معبر رفح الفلسطيني عن الخدمة تماما. لكن هذا لم يوقف المجهودات المصرية المختلفة لتجهيز الشاحنات الإغاثية المتنوعة لتدخل عبر هذه البوابة من خلفي متوجهة إلى معبر كرم أبو سالم. ما دخل اليوم هو 5 شاحنات فقط من المواد الإغاثية، وهو عدد أقل من الضئيل حتى، ودخل معه 10 شاحنات للبترول أو المواد البترولية، منها شاحنة للبنزين وبضع شاحنات للسولار وبضع شاحنات للغاز الطبيعي. وهذه الشاحنات عادت مرة أخرى بعد أن أفرغت حمولتها، بالفعل نتحدث عن شاحنات البترول، بعد أن أفرغت حمولتها في الناحية الأخرى وتسلمتها الأمم المتحدة. وهذا هو كان الاتفاق بين مصر والأمم المتحدة لتتسلم هي الشاحنات وتقوم بتوزيعها في الناحية الأخرى. لكن حتى الناحية الأخرى في قطاع غزة يعني تجد الأونر والأمم المتحدة صعوبة وفي بعض الأحيان منع من توزيع هذه الشاحنات، وهي جزء أيضا من التعنت الخاص بقوات الاحتلال لفرض الإبادة الجماعية بشتى الطرق، إما بالقصف المستمر على جنوب قطاع غزة وتحديدا رفح الفلسطينية، وفرض أيضا عدم دخول المواد الغذائية إلى شمال قطاع غزة، وهو ما أدى إلى وصول على حافة المجاعة حسب تصريحات الأمم المتحدة والأونروا وغيرها من المنظمات الأممية. لكن هذا لا يمنع قوات الاحتلال من استمرار نهج الإبادة الجماعية بحق الأشقاء الفلسطينيين. وهذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن أعود إليكم مرة أخرى.